جينا اليوم استقبال اسود الاطلس المنتخب المغربي في مطار الرباط سالا، وحنا فرحانين بزاف بهذا الانتصار هذا اللي قدموه وهذا المستوى اللي وصلوا ليه، وتبارك الله عليهم وتبارك الله على الكوتش وليد الركراكي، وتبارك الله على الفريق الوطني ديالنا شرف بينا ووصل لواحد المستوى اللي حنا اصلا كنا شايقين فيه ودايرين النيه معاه. واو، مدينة جيت مدينة القنيطرة، وكما عرفتوا مدينة القنيطرة كانت مشجعة المنتخب في جميع المباريات كاملة، وكنا فرحانين بزاف بهذاك الانتصار اللي داروا، تبارك الله عليهم تبارك الله عليهم وعاش الملك. كلهم تقريبا ما كاينش زعما كلهم عجبوني، وزياش حكيمي المرابطي كلهم تقريبا، انا ما نقدرش نقول واحد ونخليه في الاخر، شفتهم كاملين. وحرس المرمى بونو والكوتش وليد الركراكي يديروا النيه وسير سير. احنا مدينه الرباط جينا ان شاء الله هنا باش نستقبلوا المنتخب ديالنا اللي شرفنا ونكبروا به، وفرحانين بزاف، دوزنا اجواء زوينه لمده شهر كامل مع المونديال، و كنتمنوا لهم التوفيق وعلاش لا ما نجيبوهاش في 2026. كيجيوك اللعابه رائعين الصراحه، داروا المجهود ديالهم، حنا فرحانين بهم، وصلنا للمرتبه الرابعه زعما داروا اللي عليهم. كيجيك وليد الركراكي كمدرب المغرب يلا راس لافوكا راس لافوكا، صراحة داكشي اللي قال كله زوين، انا ظنيت هذاك الكوتش قاري لا بسيكولوجي، حقاش قاسنا ودرنا النيه، ديروا النيه درنا النيه، وكلشي من دار النيه وصلنا ان شاء الله الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم، واول حاجه نتبعها البسمله هي نحمد الله ونشكر على النعمه اللي عام علينا الله بها، وخصوصا في هذه الايام الاخيره اللي هطلت فيها الامطار الخير، كنقول امطار الخير زائد النيه اللي كيهضر عليها الركراكي بالضبط في عديد من اللقاءات الصحفيه ديالو، بالاحرى محمد السادس نصر الله اللي هو الرياضي الاول اولا، وثانيا كيعطينا اشهر يعني كلمه ديالو الى الامام الى الامام الى الامام. حنا حاليا فرحانين مسرورين فخورين كذلك بهذا الانجاز العظيم اللي حقه المغرب في المونديال الاخير لاول مره في دوله عربيه، ودولة عربية تتشرف العرب، يعني هنا تشريف من جميع النواحي، لا في يعني في استقطاب اولا كأس العالم في بلاد عربية، وراك شفتوا الاستقبال كان دولة قطر مشكورة لا لفريقنا ولا لجميع الفرق اللي حضرت، وفي نفس الوقت المغاربة اللي فعلا واتوا هذيك يعني اخر يعني مكان استقبلته فيه الفيفا المونديال، وزادوا المغرب وسجلوا لنا اهداف وداروا يعني مجموعه الانتصارات اللي خولت لهم انه يوصلوا كما كنقولها لنصف النهائي، وراه ماشي بعيد، كانت النهايه اقرب اقرب، ولا عقبال العام الجاي، ماشي العام الجاي، من هنا اربع سنين، ويمكن قبل منها عندنا تحديات كاس انديه اللي غادي يجي تقام في المغرب، وهذا فرح كبير خويا غادي يعمل المغاربه كاملين، انه لا ما يجنيه من يعني ثمار نقدر نقولوا ايجابيه، لا في صعيد على صعيد الرياضي لان غادي تنمي الرياضه ديالنا، وعلى الصعيد الاقتصادي الى غير ذلك والاجتماعي كذلك مستقبلا في كاس افريقيا، ولما لا عندنا وناخذوه، وانا عندي زعما كل الثقه بالفريق الوطني ديالنا بقيه الركراكي الله يرضي عليه.